الغالبية العظمى من المتابعين بتوعنا هم طلاب في مرحلة دراسية ما، وفي أزمة كبيرة جدا بتحصل مع كل الناس اللي بتذاكر، مشكلة التراكمات. التراكمات كل ما كترت عليك بتخليك محبط وملكش نفس تذاكر، وممكن تضيع حرفيا عشان التراكمات. ولكن أبشروا يا شباب، من حسن حظكم إنكم فتحتوا هذا الفيديو. النهاردة إن شاء الله معانا الحل، حل جذري إن شاء الله لمشكلة التراكمات، بس تسمع الفيديو للآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وافضل حال. انت اكيد كملت بعد الانترو عشان عاوز تحل مشكلة حقيقية، وعاوزك تتأكد ان الموضوع مش سهل، ولو سهل كان كل الناس عملته كده كده. طيب اولا كده شباب، شروط الدخول في التحدي معانا 6 حاجات لازم تعملها عشان تبدأ التحدي وتكمله ان شاء الله باحسن طريقة. اولا الاستعداد النفسي التام للتعب والشقاء طول ايام المعسكر، وده في مقابل انك تلم اللي فاتك كله وتخلص من التراكمات، اكيد مش حاجة سهلة. ثانيا ابشر، دايما خليك متفائل، وجود الامل وغياب الكآبة. حبيبك عليه الصلاة والسلام صلى عليه قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، هون على نفسك وتفائل. رقم 3 هو الالتزام بالأيام اللي حضرتك هتحددها للمعسكر، مش انا اللي هحدد لك ايامك، لان انت عندك جدول وعندك دروس وعندك دنيا، فانت لازم انت اللي تحدد الايام اللي هتشتغل فيها. رقم 4 دي حاجه مهمه جدا يا شباب، اطلب من اللي في البيت يساعدك. لازم تقول لهم انك انت داخل معسكر مذاكره وهتبذل مجهود جبار. طلبات البيت مثلا ممكن اخواتي يخلصوها، وطول ما انا بذاكر وانتوا شايفيني محدش يكلمني. طيب رقم 5 يا جماعه، حاجه جدا مهمه، ادي حق ربك وحق والديك. بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله ثم والديك، يعني صلاتك، ذكرك، واجباتك الدينية خلصها، وعلى فكرة ده عشان نفسك. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، مش محتاجك اصلا، انت بتعبد علشان انت اللي محتاج العبادة مش ربنا. وكمان بر والديك عشان ربنا يرضى عنك، الجنة تحت اقدام الامهات، تخيل. طيب اخر شرط يا شباب ورقم 6، اليوم اللي فيه دروس كتير ما تحسبوش، ما تشتغلش فيه اصلا، ما تحطوش في الجدول بتاعنا عشان انت اصلا مش هتعرف تذاكر فيه. يعني مثلا يوم عندك فيه 3 دروس خلاص وهو بايظ اصلا، واخد بالك انت؟ يا سلام بقى لو دروسك اونلاين، يعني هتدخل الدروس الاونلاين دي في ساعات المذاكره، يبقى عظمه على الاخر. وبمناسبه الدروس الاونلاين يا دكاتره، خليني اقول لكم على حاجه لطيفه جدا جدا، ان النهارده شباب شغال عروض الجمعه البيضاء، ويا طلاب اليوم زملاء الغد، احلى واجمل دكاتره في المستقبل ان شاء الله. عملنا برده عروض وخصومات جباره على المنصه بتاعتنا، تقدر حضرتك تشترك في اي كورس وهتلاقي عليه خصم كبير. تالتة تانية اولى ثانوي، هتلاقي لينك المنصة في الوصف بتاع الفيديو. طيب نرجع شباب للتحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم بتاع حضرتك 24 ساعة، مش هقولك نام 3 و4 و5 و6، لا نام 8 ساعات بحالهم عادي جدا. انه 8 ساعات زي ما انت عايز، انت وكيفك. انت راجل بتحب تذاكر بالليل، نامهم بالنهار. بتحب تذاكر بالنهار، نامهم بالليل. انا بفضل ايه؟ بفضل انك تنامهم بالليل. ربنا بيقول وجعلنا النهار معاشا، يعني النهار ده تعيش فيه وتشتغل فيه. رأيي انك تنام الساعة 9 بالليل وتصحى الساعة 5 على صلاة الفجر، عشان تبقى نايم 8 ساعات بالتمام والكمال. 8 ساعات دول هيخلوك طول النهار مفوق وبالك رايق. طيب ملحوظه مهمه جدا يا جماعه، قبل النوم لازم قبل النوم تحط التودو ليست بتاعتك. هوري حضرتك التودو ليست بتاعتي اللي انا بكتب فيها كل حاجه، يعني حرفيا يا جماعه قبل ما انام لازم اتشيك على كل الحاجات اللي هعملها بكره. وانا بكره التليفون، يعني محدش يقول لي دكتور هكتب التودو ليست بتاعتي على التليفون. يا عم هتلعب والله، يا عم والله هتمسكه وتنسى نفسك اصلا. اكتب اللي انت عايز تعمله في ورق، مفيش يا شباب اجمل من احساس الورق والقلم، ومفيش حاجه اكثر حقيقه في الشغل والانتاجيه اكتر من الورق والقلم. فحضرتك لازم تكتب بالليل انت هتعمل الصبح، عشان ما تصحاش الصبح تفكر انا هعمل ايه النهارده، هتضيع مثلا ساعه ساعتين انت اولى بيهم، وتبقى مشتت طول اليوم. فلازم تكتب مهام بكره النهارده بالليل، عشان تبقى قايم الصبح كده بعد الفجر، تصلي الفجر وتقول اذكار الصباح وتقرا الورد بتاعك من القران، وتاخد اي سناكس كده فطار خفيف خالص، بعدين تبدا على طول. مش لسه بقى هشوف هعمل ايه واظبط حالي ودنيتي والكلام ده كله، لا تبدا مذاكره. ما انت كاتب انت هتعمل ايه من امبارح، تمام؟ وصلت الفكره. انت صحيت الساعه 5، على ما تصلي وتقول الاذكار وتقرا ورد القران بتاعك وتاخد اي سناكس هيكون عدى نص ساعه، وما تكترش عن كده هيقضوك، عشان تبدا يومك الساعه 5:30 الصبح. طيب حضرتك بدات 5:30، معاك لحد الظهر 6 ساعات لحد الساعه 11:30، 6 ساعات كاملين في وقت جميل جدا جدا، انت دماغك صافي ورايق ولسه صاحي من النوم. وطبعا مش محتاج اقول لك ابعد التليفون عنك، لان حرفيا مسكته كده ماسكه خلصت، ضيعت مثلا 3 ساعات منهم، اديه لماما اديه لبابا. طيب في الست ساعات دول يا شباب احنا وشطارتنا بقى، يعني انا يا جماعه كمحمد يعني لما باجي اذاكر في وقت كبير بفصل كل لما اتعب، ما بفصلش بقى كل 40 دقيقه وربع ساعه والكلام ده كله، لا انا بقعد اشتغل، بقعد اذاكر لحد ما اتعب بقوم. ممكن بقى اقعد ساعه، ساعه ونص، ساعتين، على حسب بقى انا وشطارتي وتركيزي، حتى احس بالايه؟ بالبريك كده، احس بحلاوته. انت بتحب مثلا تذاكر 45 دقيقه وتفصل 15؟ قشطه براحتك عادي، مش مشكله يعني. وما تنساش صلاه الضحى. طيب الست ساعات انا هفترض انك ذاكرت فيهم 5 ساعات،
فاحنا يا جماعه كده معانا لحد الظهر 5 ساعات، وخلي بالك دول احسن 5 ساعات هتذاكرهم، يعني ما ينفعش يضيع منهم ثانيه. انت بتقوم تفصل بس عشان دماغك تفصل وتريح، عشان لما ترجع تعرف تركز. طيب فاصل بقى مهم جدا جدا، صلاه الظهر. هتصلي الظهر وتاخد بريك على ما تروح المسجد وترجع وبتاع، عدى مثلا ربع ساعه، تاخد لك بقى كده زي نص ساعه 45 دقيقه راحه، وممكن تاكل اي حاجه لحد ما الساعه تيجي 12:30 عشان تبدا تاني 12:30. وطبعا يا دكاتره انا بتكلم على يوم ما فيهوش دروس، ما فيهوش خروج من البيت، انا قاعد معسكر مذاكره. طيب العصر يا جماعه بيأذن رينج مثلا 2:30، هنفترض انك ذاكرت لو اتدلعت يعني ساعتين، يبقى يا جماعه كده المحصله بتاعتنا 5 ساعات قبل الظهر وساعتين بعد الظهر، وسايب لك براح. وصلنا كده يا شباب ل7 ساعات على ما تصلي في المسجد وترجع وبتاع والكلام ده كله، تتدلع وتشوف حد تقف معاه حبه ومش عارف ايه، عدي مثلا نص ساعه يا سيدي، الساعه بقت 3، ترجع البيت تتغدى. لازم تاكل كويس، لازم تاخد طاقه اي تي بي عشان ما تجيلكش تعب عضلي وتعب مخ، انا عارفك انت بتحب التعب المخ قوي. حضرتك هتبدا تاني 3:30، المغرب بيأذن الساعه 5، ساعه ونص ما تفصلش فيهم خالص، خدهم كده طص على ال7 ساعات اللي قبل كده، يبقى احنا يا جماعه وصلنا لمحصله 8:30، فاضل لنا ساعه ونص ونقفل الجدول. طيب هتصلي المغرب، ممكن مثلا تاخد بريك، تاكل كمان حاجه، تقعد مع اهلك شويه، قشطه، لحد العشاء. بين المغرب والعشاء وقت قصير، انا مثلا بحب احل فيه، ممكن مثلا اسمع لي محاضره على النت ولا حاجه متسرعه على 2، قشطه، وقتها هيعدي بسرعه، مش هحسبه لك يا عم، هعتبر وقت في اليوم ميت. انت فاضل لك بس ساعه ونص وتوصل للتارجت. تبدا بقى من 6:30 لحد 8:30، ساعتين ذاكرهم على بعضهم، انت مريح من الساعه 5 اصلا، عايز تفصل في النص 10 دقائق يا عم ماشي، اخر ساعتين يا شباب من 6:30 لحد 8:30، تفصل الساعه 8:30، تتعشى العشوه الجميله وتتكل على الله، تنام عشان تبدا اليوم اللي بعده. ولكن قبل ما تنام اوعى تنسى تكتب انت وراك ايه بكره، ومش عايز احكي لك على احلى احساس هتحسه في حياتك لما تمسك كده الماركر او القلم وتبدا تعلم على الحاجات اللي انت خلصتها في يومك. يا سلام على الاحساس ده، ما اقولكش عامل ازاي، جميل جدا جدا جدا، تحس كده انك بتشطب على احزانك. طيب جالي يا دكتور في يوم مثلا 5 دروس، او حصلت في البيت ظروف ما عملتش اي حاجه، ما يهمكش، اعتبر اليوم ده ما جاش، محدش واقف على راسك عمال يضربك بالنقز او بالخرزان، اليوم ده اكنه ما جاش، وابدا في اللي بعده عادي جدا. وبس كده شباب، اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي، شباب الجامعات حتى اللي بيسمعونا، ربنا يوفقكم كلكم يا شباب وتوصلوا للي بتحلموا بيه وتخلصوا اللي انتوا فيه على خير، موفقين باذن الله يا دكاتره، وانا اكيد اكيد بحبكم في الله، ولا ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.